وينضم إلينا من رفح مراسلنا أحمد مهران. أحمد مرحبا بك، يبدو أن شحنات المساعدات تتأجل ربما ليومين. بالفعل هذه الشاحنات متوقفة منذ 3 أيام، وكانت هناك آمال عريضة بأن يتم إدخالها اليوم حسبما أكد من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، لكن وبحسب التصريحات الأممية فإن هذه الشاحنات لن تدخل قبل يومين. هذا المعنى ربما أصاب الكثيرين هنا بإحباط، حتى أن المؤتمر الصحفي للأمين العام للأمم المتحدة يعني كان مؤتمرا مقتضبا للغاية، استغرق بضعة دقائق. التصريحات التي أدلى بها ربما أثارت حفيظة الكثيرين هنا، كانت هناك أعداد كبيرة ممن تجمعوا عند محيط معبر رفح للتظاهر. استقبلوا الأمين العام للأمم المتحدة بتظاهرة حاشدة، عبروا فيها عن غضبهم من استمرار القصف الإسرائيلي واستهداف المدنيين في غزة. طبعا كما تابعنا المؤتمر الصحفي للأمين العام غوتيريش أكد فيه أن الأونروا هي التي ستتولى عملية استلام وتوزيع المساعدات الإنسانية في القطاع، لكنه أشار إلى أن هناك شروطا صعبة تعيق تنفيذ اتفاق إيصال المساعدات أو إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، من دون توضيح ما هي هذه الشروط. ربما هي إشارة إلى الشروط الإسرائيلية التي تتعلق بضرورة يعني فرض تفتيش على كافة هذه الشاحنات قبل دخولها إلى القطاع. كانت هناك أمال بأن يكون هذا المؤتمر الصحفي وحضور غوتيريش إلى هنا، كانت هناك أمال بأن يكون ذلك مقدمة أو يعني إعلان لبدء عملية دخول المساعدات بالفعل، لأنه حسب ما علمنا من مصادر مصرية أن الطريق بين المعبرين أصبح جاهزا بنسبة كبيرة، وتم الانتهاء بنسبة كبيرة من إصلاح الطريق بين المعبرين الذي تضرر بشدة طبعا بعد القصف الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من القطاع. وهناك تعليمات بالجهوزية لسائقي هذه الشاحنات للتحرك في أي وقت، وتم أيضا إعطاء التعليمات بأن الأولوية ستكون للأدوية والمستلزمات الطبية لطبعا إغاثة المصابين وتقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية للمصابين في القطاع. هناك أيضا مستشفى ميداني سيبدأ العمل على تجهيزه هنا في محيط معبر رفح لاستقبال المصابين من القطاع وتوجيههم إلى مستشفيات العريش. هذا ما علمناه من بعض المصادر، لكن ما ذكره غوتيريش في هذا المؤتمر الصحفي كما ذكرنا يعني لم يكن على المستوى المأمول. كانت هناك توقعات بأن يبدأ إدخال بأن يتم البدء في دخول هذه الشاحنات بعد انتهاء هذا المؤتمر الصحفي، لكن ذلك لم يحدث بالطبع.